قدم سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة بدر العوضي أوراق اعتماده سفيرا لدولة الكويت إلى العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث. وأكد السفير العوضي عقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد التي جرت في قصر بيكنغهام، أكد على تقدير واعتزاز دولة الكويت قيادة وشعبا بالشراكة التاريخية الاستراتيجية العريقة مع المملكة المتحدة والتي يزيد عمرها عن 123 عاما. في موكب ملكي يعكس عراقة التقاليد البريطانية، تحرك موكب سعادة سفير دولة الكويت في لندن بدر محمد العوضي وأعضاء السلك الدبلوماسي من مقر إقامته في قافلة ضمت سيارة خاصة وعربات ملكية تجرها الخيول في طريقها لقصر بيكنغهام لتقديم أوراق اعتماده كثامن سفير لدولة الكويت في بريطانيا. وخلال اللقاء أكد الملك تشارلز على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وذكرياته خلال الزيارات المتعددة التي قام بها لدولة الكويت. تشرفت بأن أكون أول سفير عربي يقدم أوراق اعتماده لجلالة الملك، وجلالة الملك أيضا شخصيا كان سعيد بأن أكون أول سفير عربي منذ أن تولى الحكم هو سفير دولة الكويت، ونقلت لجلالته تحيات خاصة من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح، وأخيه سيدي ولي عهد الشيخ مشعل الأحمد جابر الصباح، والقيادة الكويتية والشعب الكويتي. ولمست من خلال اللقاء من جلالته ذلك يعني الشخص الذي يعرف الكويت تماما، كان دائما يستذكر يعني محبته والعائلة الحاكمة لدولة الكويت، طلب مني أن أنقل تحياته الخاصة إلى سمو سيدي سمو الأمير ولعهد الأمين. وعقب اللقاء عاد الموكب الملكي لمقر إقامة سفير دولة الكويت الذي أقام حفل استقبال خاص حضره عدد من أعضاء البرلمان ومجلس اللوردات والقيادات السياسية والبعثات الدبلوماسية في لندن، وأكد خلال حفل الاستقبال على متانة العلاقات بين البلدين، فيما أكد مدير القسم الدبلوماسي للملك تشارلز أن استقبال السفير العوضي كأول سفير عربي يعكس مدى رغبة جلالة الملك في تقوية العلاقات بين بريطانيا ودولة الكويت. جلالة الملك لديه اهتمام بدولة الكويت والتي زارها 8 مرات، وهو متحمس لتطوير العلاقات على كافة المستويات، وأنا أعلم أن الملك يرغب بشدة في أن تتطور نحو الأقوى باستمرار. حرص الملك تشارلز على استقبال سفير دولة الكويت كأول سفير عربي بعد توليه الحكم وتأكيده على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين خلال اللقاء يؤكد على متانة هذه العلاقات وحرص الجانبين على دفعها للأمام. جمال شاهين، تلفزيون دولة الكويت، من أمام قصر بيكنغهام لندن.